أهلا بيكم. فيلمنا بيبدأ سنة 1912 لما ست اسمها روز خلفت بنت مش طبيعية، لكن للأسف روز ماتت. بعد كده بنشوف ان البنت جسمها كله مضغطش بالشعر. باباها اللي اسمه جوزيف كان شايف ان دي مش طفلة، لكن شيء غريب. وبعدين بيخرج من الأوضة وهو غضبان وكان حاسس بالأحباط لان بنته الوحيدة اتولدت بالشكل ده، وكمان مراته ماتت. خلال الفترة دي كانت المربية هي اللي بتاخد بالها من البنت وسمتها ايفا. بعد كده بنشوف الكل في جنازة الام، وهناك بدأت الاشاعات تنتشر بسرعة في المدينة عن البنت ديت. وهنا المربية حبت البنت جدا وكانت عايزة تربيها، لكن بسبب سنها الكبير محدش وافق، ومن هنا اتفقوا مع مربية تانية اسمها هنا. وفعلا بدأت المربية الجديدة تاخد بالها من ايفا. وبعد مدة في حد خبط على الباب، واول ما المربية فتحت الباب وفقتها ايفا شافها الراجل ده، ومن هنا بدأ الكلام في كل المدينة عن البنت الغريبة دي. وبنعرف ان الراجل ده بيشتغل صحفي، وطبعا تاني يوم كان كاتب عن الموضوع والكل بدأ يتكلم عن قصة البنت. فالحكاية وصلت لجوزيف باباها واللي كان شغال مسؤول عن القطارات في المدينة، ومن هنا اول ما رجع البيت طلب من المربية ان محدش يشوف بنته نهائي. وبعد كده بيتواصل مع دكتور اسمه جون علشان يشوف علاج لبنته. وفعلا الدكتور راح على البيت وبدأ يفسر لجوزيف ان كل الشعر ده كان المفروض يختفي وهي لسه جنين، لكن على الرغم من كده اتولدت بالحالة ديت. وكمان قال له ان الشعر ده عمره ما هيختفي وهيفضل ينمو ويكبر، وده خلى جوزيف قلقان جدا لانه كان متخيل ان ممكن يلاقي علاج للمرض ده. بعد كده بننتقل لسنة 1919 وبدأنا نشوف ايفا بعد ما كبرت، وكانت بتتفرج على الاطفال اللي بيلعبوا بره في الشارع، وفي نفس الوقت كان في صورة لمامتها وبتتفرج عليها، لكن ايفا ما كانتش عارفاها لانها ماتت وهي بتولدها. وفي نفس الوقت جوزيف دخل الاوضة وبدأ يزعق لها وبيقول لها ان ممنوع تبص من الشباك. وفات كام يوم وبعدين هنا المربية بدأت تتكلم عن حفلة عيد الميلاد وهم بيزينوا الشجرة، فايفا فرحت جدا، لكن جوزيف قال لهم ما يفتحوش الموضوع ده تاني نهائي لانه ما كانش حابب ان هو يخرجها او يوديها حفلات فيها ناس. ومرت الايام وايفا كانت بتحلم بمامتها لانها كانت حاسة ان هي بس اللي كانت هتحبها اكتر من والدها. ومن الناحية التانية جوزيف ما كانش بيبطل يزور قبر ام ايفا، وده لانه كان بيحبها جدا ومش قادر ان هو ينساها. وبعد كام يوم بنشوف ان هنا مش موجودة في البيت لانها راحت تزور عيلتها، وايفا بقت لوحدها مع باباها. وايفا كانت حاسة بالوحدة وطلبت من باباها انه يوافق انها تحضر حفلة عيد الميلاد، لكن طبعا جوزيف رفض مع انه كان عارف من جواه انها حاسة بالوحدة. فبتصعب عليه وبيغير رأيه وبدأ يرتب علشان يعمل لها فستان تقدر تروح بيه الحفلة، لكن اول ما وصلت الحفلة كل الناس فضلت تبص لها وفضل الاطفال يشاوروا عليها، وكمان الساحر بدأ ان هو يسخر منها قدام الناس. ومن هنا ايفا بتتعصب عليه وبتضربه في وشه، ولكن بسبب اللي حصل ده جوزيف قرر ياخد بنته ويمشوا من الحفلة. ومر كام يوم وإيفا كانت حاسة بالوحدة جدا، ومن هنا بدأت تتصرف بطريقة غريبة جدا لأنها كانت عايزة تخرج من البيت، لكن جوزيف بيرفض التصرفات ديت وبيحبسها في أوضتها. وبعد كده بنشوف جوزيف وهو بيرسم، وإيفا كانت جنبه وبتطلب منه إن هو يرسمها، ولكن جوزيف بيرفض وما نعرفش إيه السبب. وفي يوم من الأيام راح لهم البيت زميل والدها في الشغل، ومن هنا بدأت صداقة ما بينهم، وبدأت إيفا تبتسم له، وبعد كده بدأت تقابله وقدم لها نفسه باسم توني وبدأ يعلمها حاجات جديدة. وطبعا كل المقابلات دي كانت من ورا جوزيف، لكن بعد كده جوزيف اكتشف الموضوع ومن هنا اتكلم مع هنا وقال لها انها ما تخليش ايفا تتواصل مع توني. وطبعا هنا كانت متضايقه جدا من اللي بيحصل وقررت تمشي من البيت لانها ما كانش عاجبها ان جوزيف بيحاول بكل الطرق يخفي بنته. وفي نفس الليله ايفا بدات تسال باباها عن هنا المربيه، لكن هو قال لها انه مش عارف هي هترجع امتى، لكن طبعا ايفا فهمت الموضوع. وفي نفس الليله حاولت انها تحلق كل الشعر اللي في جسمها علشان تخرج تدور على هنا، لكن جوزيف دخل عليها وبدأ يزعق لها، لكن كمان اخد باله ان هنا لا يمكن الاستغناء عنها في البيت. وتاني يوم راح لهنا البيت وطلب منها انها ترجع تاني وانه هيقبل بكل شروطها. وفعلا علشان ترجع طلبت من جوزيف ان ايفا يكون عندها تلغرام خاص بيها لانها بتحب تسمع الموسيقى جدا، وكمان يسيبها تروح المدرسة، وفعلا بيوافق. وطبعا كل الحاجات دي حسنت حياة ايفا، لكن لما كانت كل يوم ما تخرج من المدرسة بيبدأوا زمايلها يتنمروا عليها، ولما بترجع البيت باباها بيسألها يومك كان عامل ازاي، وطبعا كانت بتكذب عليه وتقوله ان يومها كان كويس علشان ما يمنعهاش انها تروح المدرسة تاني. وبعد كده بننتقل لسنة 1926 وكانت ايفا لسه بتروح المدرسة، لكن لسوء الحظ كان طول الوقت بتتعرض للتنمر
وكانت طول الوقت بتكذب على باباها وعلى هنا ومش بتقول لهم اي حاجه من اللي بيحصل معاها. وفات كام يوم وجوزيف وايفا كانوا رايحين رحله لان الدكتور جون قال لهم يروحوا مؤتمر عن الامراض الجلديه، لكن اللي ما كانش جوزيف يعرفه انهم اول ما يوصلوا مش هيرضوا يدخلوا غير ايفا لان الدكاتره كانوا عايزين يقيموا حالتها علشان يشوفوا اذا كان ليها علاج ولا لا. وفعلا ايفا وافقت، واول ما دخلت المكان لقيت شاب عنده حاله غريبه في جلده وبيسموه الراجل السحليه. وبعد كده ايفا راحت على سرها علشان تنام، لكن في وسط الليل الدكتور جون دخل لها وحاول ان هو يغتصبها. وتاني يوم في المؤتمر عرضوا ايفا قدام عدد من الاشخاص والدكاتره علشان يقيموا حالتها، لكن ايفا اغمى عليها. ومن هنا جوزيف بدا يلوم الدكتور واخد ايفا من المكان ومشيوا. وفي الطريق والد ايفا حاول يقنعها انها تتكلم وتقول ايه اللي حصل، لكن لسبب ما ايفا قالت له انه ما حصلش اي حاجه. واول ما وصلوا البيت بدات تكسر في كل حاجه لانها كانت غضبانه جدا بسبب كل اللي بيحصل في حياتها. وفي نفس الوقت باباها اتكلم مع توني زميله في الشغل لان كان في مشاكل ماليه كبيره جدا في الشغل، وقال لتوني المشاكل دي كلها بسببك وانت المسؤول عنها ومسؤول عن كل الفلوس اللي راحت. وبنعرف ان جوزيف بيحاول يبعد توني عن بنته وعلشان كده بيحاول انه يمشيه من الشغل، لكن طبعا توني بيرفض اللي هو بيقوله وبيقوله انا ماليش دعوه، وكمان بيقول له ان ايفا ذكيه جدا وهتفهم كل اللعبه اللي انت بتعملها. وفي نفس الوقت بدات ايفا ما تروحش المدرسه بسبب التنمر عليها هناك. وفي يوم وهي رايحه للبحيره كان في نفس المكان هارفي وده صاحبها في المدرسه، وبدا يتكلم معاها وعرض عليها انهم يشربوا قهوه مع بعض. وعلى الجنب التاني جوزيف كان عيان جدا، ومن هنا الدكاتره طلبوا منه انه يروح لمركز متخصص، وايفا راحت معاه. وهناك ايفا قابلت بنت تانيه اسمها ايفا برضه وبدات تتكلم معاها وعن الولد اللي اسمه هارفي وان الولد ده شكله مهتم بيها جدا. فايفا قالت لها انها كان نفسها تكون جميله زيها، لكن ايفا التانيه ردت عليها وقالت لها ان مع مرور السنين الجمال بيروح وعلشان كده لازم محدش يهتم بالجمال الخارجي والمهم الجمال الداخلي. وتاني يوم ايفا راحت لنفس البحيره علشان تقابل هارفي، لكن لما راحت المكان شافته مع بنت تانيه وطبعا مشيت من مكانه وهي محبطه. ومن هنا راحت على مكان الشغل عند توني علشان تحكي له كل اللي بيحصل، لكن توني مش بيبقى موجود هناك. ومن هنا ايفا عرفت ان جوزيف باباها لفق له كل المشاكل الماليه اللي بتحصل في الشغل وتسبب في رفضه، وتوني بيقول لها انه كان مهتم بصداقتهم اكتر من اي حاجه تانيه وعلشان كده فقد شغله. وبعدين ايفا راحت تتكلم مع باباها وهي غضبانه جدا وبتحاول انها تخليه يرجع توني للشغل تاني، ولكن طبعا بيرفض. وبدات تحس بالاحباط وانها ما قدرتش تعمل له اي حاجه، وشافت صاحبها الوحيد وهو بيمشي. وبعد شويه وقت وصل على المدينه شركه عرض اسمها جوهانز. اما في بيت جوزيف كان عيد ميلاد ايفا بدا يقرب، ومن هنا جوزيف بدا يسالها تحب ايه علشان عيد ميلادك، لكن ايفا كانت زعلانه منه بسبب موضوع توني وطلبت منه هديه وقالت له انها مش عايزه تروح تاني للمقابر لانها شايفه ان ده مجرد تضييع للوقت، وانهم يروحوا يتفرجوا على العرض بتاع جوهانز اللي وصل للمدينه. وفعلا جوزيف نفذ اللي هي عاوزاه، واول ما وصل العرض بداوا يتفرجوا على التوأم الملتصق والراجل الاطول في العالم، وكمان على راجل عنده شعر في جسمه زي ايفا بالظبط. ولكن للاسف كان في واحد ظريف حضر العرض وبدا يقول انهم كمان عندهم نفس الحاله، وطبعا كان قصده على ايفا. فجوزيف لما سمع كده قرر ان هو يمشي من الحفله وهو وايفا، وكان متضايق جدا. وتاني يوم الصبح جوهان مدير العرض راح على بيت جوزيف علشان يطلب منه انه يوظف ايفا، فجوزيف طبعا بيرفض. لكن الحوار كله كان ايفا سمعاه من ورا الباب، وقبل ما جوهان ما يمشي قال له ان العرض الوظيفه ده ساري لحد بعد الظهر بس لانهم هيمشوا من المدينه النهارده. وبعد ما جوهان خرج من البيت ايفا بدات تفكر في الموضوع، وبما انها حاسه بالراحه مع الناس المختلفه اللي شافتهم في العرض قررت انها تهرب وتروح علشان تكون معاهم، وسابت رساله شكر لهنا. لكن هنا اول ما قرات الرساله راحت جري على مكان العرض، لكن كان فات الاوان ومشيوا من المدينه ومعهم ايفا. وبننتقل بعد كده لسنه 1931 وانا بنشوف العرض اللي كانت ايفا بتعمله خلال كل السنين اللي فاتت. لكن اول ما العرض انتهى كانت ايفا حوشت فلوس وقررت انها تاخد الفلوس دي علشان تدرس بيها. بعد كده بنشوف ايفا سنه 1936 وبعد ما بقت دكتور قد الدنيا في جامعه باريس، وكانت بتدي محاضره عن الصيغه المعياريه وبدا الكل يسقف لها لانها كانت شاطره جدا. وفي نفس المكان وصلت لها رساله مكتوب فيها ان باباها توفى، واول ما سمعت الخبر رجعت على المدينه اللي اتولدت فيها. واول ما وصلت البيت قابلت هنا وحضنوا بعض وكانوا مبسوطين جدا انهم شافوا بعض مره تانية. بعد كده راحوا على جنازه باباها، وبنعرف بعد كده ان ايفا فضلت في المدينه كام يوم بس. وقبل ما تمشي هنا ادت لايفا ملف كان جوزيف ادهولها قبل ما يموت وطلب منها انها تديه لايفا، وفعلا ايفا مشيت في القطر. واول ما فتح
فتحت الملف لقيت ان باباها كان بيرسمها طول الوقت وان اخر صورة ليها كانت مع مامتها قبل ما تموت. ومن هنا عرفت ان جوزيف طول عمره كان بيحبها وعمره ما نساها. وبيخلص الفيلم بدموع ايفا وحزنها على والدها. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا عارف ان الفيلم عجبك، فياريت تدعمنا بلايك والسبسكرايب، واهم حاجة تفعل جرس الاشعارات علشان توصلك بيه ملخصاتنا. اشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.